ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الاسد ليوم الثلاث 31 يناير كانون الثاني 2023. هيقضي القمر النهارده يومه في بيتك ال11، واللي بيعتبر خاص في الشمس يا اسد. عندك إثارة في كل اهتماماتك، خاصة اللي بتبقى فيها تواصل اجتماعي. ممكن تكون النهاردة في أوقات كتير هتاخدك فيها في حاجات محتملة، في أشخاص قدامك. ممكن تلاقي نفسك النهاردة على محمل جدي أكتر. في خلاف كل ده ممكن يكون عندك استكشاف لاهتماماتك الشخصية الجديدة، وده يعتبر موضوع ممتع جدا. هيبقى في ميل علشان تحس بانقسام في شوية نقاط انت مش متأكد منها، او لو كنت حابب تستنى شخص معين مش مستوعب احتياجاتك، او هتتأكد بنفسك اكتر. فالحظ النهاردة هيبقى معاك، هيبقى في الهام، في اخبار هتفرحك مع اصدقائك. ممكن تلاقي النهاردة حاجة هتبقى بترضيك وتتوصل من خلالها لسعي ورا كل احلامك اللي بتعتبر قابلية في اليوم ده. وخاصة بالنسبة لحركة الكواكب النهاردة، هيقضي القمر يومه في برج الجوزاء، هنبقى من خلاله بنسعى عشان نتطور ونتنوع ونشارك كل ذهنيتنا وانفتاحها. هنكون متواصلين وفضوليين في نفس ذات الوقت. كل ده هيشكل مع كوكب الزهرة شبه سداسي مع كوكب المشتري، هنلاقي من خلاله توازن حلو بين اللي احنا حابين نعمله واللي مفروض نعمله، واللي بنعتقده واللي مش مفروض نمشي فيه. علينا بس اننا نعمل الموضوع بسهولة اكتر علشان ما نوصلش لحيطة صد. ممكن نحس النهاردة بشوية تمزق بين فكرتين عندنا. عندنا رؤية للبديل هتعتبر واضحة، لكن ممكن يكون في شوية صعاب ممكن تبتدي تواجهنا في اننا مش عارفين نستقر على خطة معينة بشكل موحد. فده هيبقى بيواجهنا اكتر اخطار في اليوم ده، وهنبتدي نشيل ليه هم ونبتدي ندي احتمالات ممكن تبقى ملهاش اي اساس من الصحة. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.